لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بالبقاع المقدسة إذن يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج بمشعر منن لقضاء أيام التشريق الثلاثة التي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة، حيث شرع ضيوف الرحمن في رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبقى الحجاج طوال أيام التشريق الثلاثة في مشعر منن، ويستقرون في مشعر منن بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة أي ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.